أستاذة إيمان اللي معايا من الجيزة، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك يا أستاذ أحمد. التحية لحضرتك أستاذة إيمان. إيه رأيك في الحكام العرب وفي المواقف اللي فيها الشعوب كمان تجاه غزة؟ أقول لحضرتك بمنتهى الأمانة، آه عار وما فيش شرف والعروبة ماتت، ده رقم واحد. رقم اتنين، للأسف الناس ولا فارق معاها اللي بيحصل في غزة، دول أيا كان إيه، دول ناس بني آدمين، أطفال، ناس متحصرين ملهمش لا ذنب وفي أي شيء، عدوان صهيوني بيدمرهم عشان ياخد أراضيهم، والناس كلها واقفة تتفرج عليهم. وبعدين الحفلات اللي الناس هايصة فيها ولا فارق معاهم الناس اللي بتموت. إحنا تربينا وإحنا صغيرين كتب التاريخ كلها بتقول إن فلسطين أرض عربية مش أرض صهيونية. واللي يحزن حضرتك أكتر، ده أقرب مثل إمبارح على قناة إم بي سي مصر، دي مسرحية اللي اسمه إيه، أشرف عبد الباقي، ده كان ممثل قدام ممثل، كان إمبارح في المسرحية إمبارح بيقول له إيه، هو أنت فاكرنا متحصرين زي أهل غزة والناس بتضحك ولا أي شيء في أي حاجة؟ الناس خلاص ماتت العروبة فيها، الناس ماتت النخوة فيها، الناس كل همها الأغاني والحفلات، ما يهمهاش الناس اللي بتموت والأطفال اللي بتموت. إحنا الجيل اللي حزنانين، إحنا الجيل اللي شفنا إن فلسطين دي أرض عربية مش أرض صهاينة، مش إبادة جماعية اللي ما يرضاش ربنا، كل الأديان السماوية ما ترضاش بالإبادة اللي بتحصل في الناس ديت اللي ملهاش لا ذنب في أي شيء، والناس كلها بتتفرج. لو في شرف وفي عروبة صح، والناس العرب كلها اتحدت ووقفت العدوان الصهيوني ان يبطلوا الإبادة الجماعية، لكن ما فيش للأسف، كله بيصب في مصلحة نفسه، الناس دي تموت ما تفرقش، ياخدوا غزة مش فارقة معاهم، فلسطين ياخدوها ما تفرقش، يطبعوا ما يفرقش، الناس دي معاهم خلاص، سوري يعني في اللفظ، كأنهم ولا شيء. الناس اللي بتموت دي كل يوم انا بقى حزينة، انا كل يوم لما بشوف الحاجات دي ليه يعني، عشان ايه الجيل اليومين دول والناس اليومين دول مش فارق معاهم الا يعني سوري يعني المساخر والحفلات وكله، اي حد الناس تموت مش فارق معاهم الناس دي. لو يعرفوا ان يوم القيامه كل واحد هيقف قدام الملايين اللي ماتت دي هيقول له ربنا ايه، هيقول له شكرا ليكي. بشكرك جدا استاذ ايمان.